ساعات بتشوف ان التحكيم ليه علاقة او ليه سبب دور كبير يعني في خسارة بعض النقاط؟ دايما النادي الاهلي بيبص، ما بيبصش للحكام، ما بيبصش لاي حد، دايما بيبص في الملعب. النادي الاهلي دايما بالاراده وبالعزيمه في الملعب، والاراده والعزيمه دي مش من واحد او اتنين، لا الفرقه كلها، يعني مش ال11 اللي بيلعبوا، لا اللعيبه اللي بره بالجهاز الفني، باللعيبه اللي بره الماتش، بيبقى في حاله كده يعني نحس ان احنا حتى الحكم لو هيجي ضدنا لا مش هيقدر يجي ضدنا يعني، فبنقدر نتغلب على لو حكم هيجي ضدنا او حاجه، او من وجهة نظره بيحسب حاجة مثلا صح من وجهة نظره، ومن وجهة نظرنا احنا غلط، او من وجهة نظر الناس كلها غلط، لكن احنا بنقدر نتغلب على ده بالإرادة. يعني ايه اللي بيميز نادي الاهلي عن اي نادي تاني من وجهة نظرك انت؟ لا النادي الاهلي مختلف تماما، مختلف تماما عن اي نادي في مصر مختلف. وفي افريقيا وفي العرب. لا مختلف تماما. النادي الاهلي اللعيبة يعني الإدارة موفرة للعيبة كل حاجة، كل حاجة في من ناحية المعنوية، من ناحية المادية. لا هنا ممكن اللعيبة بتشوف أحسن حاجة، فأعتقد أن لا يعني النادي الأهلي مختلف، وجماهير طبعا النادي الأهلي رقم واحد، بقديم مساندة للعيبة وقديم مساندة للجهاز الفني، فلا طبعا يعني الموضوع هنا مختلف تماما من ناحية الإدارة ومن ناحية الجمهور، أهم عنصرين في فرقة كرة قدم. لا عنصرين قويين جدا في النادي الأهلي، فده دايما بيخلي النادي الأهلي مختلف عن أي نادي يعني.